القوى وأعنف أفراد الأمن والحراسة هم عادة أولئك الذين يصاحبون الرؤساء والملوك وغيرهم من القادة السياسيين ويحرسونهما، حيث الآخرون مسؤولون عن ملايين الأرواح والاقتصادية والأسرار. وليس هناك من رئيس أو زعيم جماهيري لا يحب الشعور بالأمان في تحركاته أو عند ذهابه لركوب سيارته الليموزين المضادة للرصاص، كما تشير بعض الصحف والمجلات الإلكترونية والتي أوردت قائمة بأعنف وأقوى الحراسات الخاصة للملوك والرؤساء حول العالم، وجاء ترتيبهم كالتالي: كيم جونغ آن. خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، استقل كيم جونغ آن رئيس كوريا الشمالية سيارته الليمو محاطا ب 12 حارسا موجودون في كل الأوقات. وهذا الرئيس المهدد دائما بالاغتيال يصل إجمالي عدد حراسه الشخصيين إلى 15,000 شخص. رجب طيب أردوغان. يفضل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان السيارات المضادة للرصاص من الليموزين، ويخطه مسلحين بالخارج والداخل وحتى على السطح، وقد زاد عددهم بعد الانقلاب الذي جرى على نظامه مؤخرا. دونالد ترامب. لا تتصور أن حراسة دونالد ترامب تمثل مفاجأة لأحد، إنه رئيس واحدة من أقوى الدول على هذا الكوكب، لذلك يحتاج رئيسها أن يبقى على قيد الحياة وبصحة جيدة. ونظرا لأن ترامب قام بتفريق عداوته أكثر من أي زعيم عالمي آخر، فهو بالتأكيد بحاجة إلى جميع الحراس من حوله. فلاديمير بوتين. أحاط فلاديمير بوتين نفسه بحراس من القوة الخاصة. هؤلاء الأشخاص والبالغ عددهم 50,000 شخص هم في جميع أنحاء روسيا مع الرئيس في كل خطوة يخطوها. تشي جين بينغ. إذا جاء ذكر الشيوعية والشيوعيين، فلدينا تشي جين بينغ رئيس الصين مع 80,000 من حراسه الشخصيين. يقول البعض أن جميع حراسه الشخصيين يجب أن يحمل كل واحد منهم 3 مسدسات على الأقل، وسكينتين، وجزء من مسحوق البودرة والمخدرة للمهاجم. ولا تسأل لماذا. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.